أهلا بكم. البداية مع العناوين: جولة لوزير الخارجية الفرنسية على المسؤولين. باسيل: أي شكل وبرنامج يريد بيري للحوار؟ تحرك للعسكريين المتقاعدين احتجاجا على عدم إنصافهم. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وكذلك تيك توك. ثلاثة عناوين للمرحلة الراهنة: إقليميا، مفاوضات الهدنة المترنحة في غزة في ضوء الشروط المتضاربة ورفع السقوف من الجانبين، جنوبا، التهديدات الإسرائيلية اليومية والرسائل المتواصلة بوجوب الحل الدبلوماسي أو الحرب الشاملة بمعزل عن تسوية غزة. أما في السياسة المحلية فشلل تام بعدما فرمل الرئيس نبيه بر اندفاع سفراء الخماسية في انتظار اجتماع الرياض بالإصرار على سليمان فرنجي. البداية من جولة وزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان والتي استهلها بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني، حيث تم البحث في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى لبنان. وغادر الوزير الفرنسي عين التيني من دون الإدلاء بأي تصريح، وسيلتقي سيجورني نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وفي عين التيني أيضا التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث في التطورات الراهنة. وأكد ميقاتي أن التشاور في هذه المرحلة ضروري، لا بل أكثر من ضروري. في مجلس وزراء حتنطرح دائما بهذه المرحلة، دائما التشاور هو ضرورة وأكثر من ضروري. مفاوضات الجنوب، مفاوضات الجنوب دولة الرئيس. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على سؤال للجمهورية عما إذا كان من الممكن الاستشراف من كلمته في مؤتمر الأخوة الإنسانية انفتاحا على الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري أيضا. قال باسيل: بالطبع نحن منفتحون دائما على الحوار، إلا أن الرئيس بري لم يرسو حتى الساعة على شكل الحوار الذي يريده أو أي نوع من الحوار وبرنامجه وكذلك آليته. نفذ العسكريون المتقاعدون أمام مدخل مرفأ بيروت ومبنى التفئة تحركا، حيث قطعوا الطريق أمام مبنى الواردات في بشار الخوري احتجاجا على عدم إنصافهم من الحكومة، إلى جانب وقفات عديدة لهم أمام إدارات ومؤسسات رسمية من ضمنها وزارة المال. وأكد عدد من المعتصمين أن مطلبهم الأول والأخير هو العيش بكرامة، وأننا المطلوب أقله $500 أمريكي شهريا حتى نعيش. لن نسكت بعد اليوم عن المطالبة بحقوقنا، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يسمعونا. كفى تهاون بحقنا، كفى وعود كاذبة، كفى وكفى وكفى. لن نقبل بعد اليوم أن تسرق حقوقنا وحقوق أولادنا المشروعة. لن نقبل بعد اليوم أن نهانا ونموت على أبواب المستشفيات. لن نقبل بعد اليوم أن نهانا أمام المصارف. لن نقبل بعد اليوم أن نهان أمام المصارف، ولن نقبل بعد اليوم أن تهان كرامتنا وكرامة عائلاتنا. لقد لبسنا بالأمس بدلة الشرف، وغصبا عنكم اليوم وغدا سنعيش الحياة بشرف. مش معقولة يعملوا موازنة، يعملوا يدوروا كل القطاعات، من كان للتليفون لكهرباء للبنزين ويرجعوا يعطونا حقوقنا ويعطونا معاشاتنا على 1500 ديرة. هذا الحكي مش مقبول أبدا. ليش طالبين المستحيل؟ نحن طالبين أنه أنتوا تجمعوا، نحن تجمعوا على إيرادات اللي دولارتوها كلها اللي عملتوها على الدولار وتقسموها على الموظفين وتعملوا حد أدنى للأجور. طالب الحكومة بإنصاف المتقاعدين، عيب عليهم يستحوا، مش أكتر من هيك. وهيدي بس بدي أقول شغلة، هيدي رسالة لهم. عندنا الخميس نازلة،
ويمكن نبقى هون، ما عادش حنطلع من هون، نحن حنعمل خيم، نعمل اللي بدنا اياه نحن هون، ما عادش في شيء نخسره اصلا يعني. ربطة الخزمة بيعرفوا حقها، كيف عم تعملوا فاتورة ب 35 مليون كهرباء ومعاشي 122 دولار؟ بدكم تعلمونا على السرقة؟ ما حنسروا. يا عيب الشوم عليهم، ما شفنا غير إذاعة الأو تي في على الأرض بس، يا عيب الشوم. هذيك الإذاعات مستأجرة. فتشوا على الفتنة، على الفتنة ويعملوا مشاكل بين الناس بلبنان. هذيك ما بيجي يقول لك على كلمة الفتنة. لو في فتنة على الأرض وتكسير الخريب كانوا كلهم كانوا دلهم هون. ما حدا خلي يكون معلش، ما حدا عندنا منية عليهم، بالعكس هن إلو المنية علينا، هن بفضل هالناس هالمؤسسات وهالموظفين والقيادات الأمنية هن سبب وجود الدولة. نحن مع هذا الموضوع ونحن حاسين هذا الشغل يا قلبي، والله العظيم والله العظيم هي كانت شغل يا معلم. نحن بتعرف شو سمونا؟ والله بتعرف شو سمونا كمتقاعدين؟ سمونا فئة غير منتجة. نحن ما بنرضى أقل من 85% من حقنا. يعني نحن بيقولوا إنه قطاع غير منتج، هذا القطاع أخذته زهرة شبابه، لولا الأمن ما في إنتاجية بالبلد. أجي يضحكوا علينا بهيدي السلفة إنه قطاع غير منتج. نحن المنتجين، الأمن بالبلد، لو ما في أمن بالبلد ما في إنتاجية، لا في جيبية ولا في رسومات ولا في شيء. في السراي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مديرة شؤون الأونروا في لبنان بروثي كلاوس للبحث في موضوع وقف تمويل الأونروا، مؤكدة أن الوضع سيصبح صعبا في حال لم يستأنف التمويل أو لم يستأنف التمويل على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما أشارت إلى أن الوضع في المخيمات قد يصبح مأساويا على الصعيدين الصحي والتربوي. نحن سنقدم تقريرا قريبا عن وضع وقف تمويل الوكالة، وفي حال لم يستأنف التمويل سيتأثر أكثر من 250 ألف فلسطيني في لبنان، حوالي 40 ألف طفل سيتأثرون فهم يذهبون إلى مدارس الأونروا، وأكثر من 200 ألف مريض ممن يذهبون إلى مستشفياتنا. ونحن نعرف جيدا أنه الآن السؤال الأساسي لدى اللبنانيين ولدى الفلسطينيين هي الأبعاد السياسية كما هي الأبعاد الإنسانية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة. نحن هون بهذا المعنى الاتصالات اللي عم نقوم فيها بالشراكة مع الأونروا، وأيضا توجيهات دولة رئيس الحكومة، هي أنه نحن كيف نعمل نوع من الموازنة بين البعد الإنساني والتداعيات السياسية لقطع التمويل، وبالمقابل أنه نحن نشدد على مسألة أنه الواقع والتداعيات الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين هي أكبر من أي هواجس سياسية، لأنه مسألة طرح عناوين سياسية تشكل هواجس لدى اللبنانيين كقضية حق العودة أو التوطين غير مطروحة ضمن إطار المسار الحالي للموقف الذي أدى إلى قطع التمويل على الوكالة. هو موضوع أشمل يرتبط بمقتضيات المسارات السياسية وأيضاً النوع من شكل من أشكال الاشتباك حول المسارات المتعلقة بما بعد عودة التمويل، كيف يمكن أن يكون واقع الأونروا بالفترة اللي جاي. زيارة باسيل إلى طرابلس رسالة إضافية لسقوط الحصار في أسرار اليوم. يلفت خبير إحصائي باستمرار نظر أصدقاء السياسيين إلى انعدام اهتمام الرأي العام راهناً بالتطورات السياسية لمصلحة القضايا الاجتماعية والمالية. تجزم مصادر في 8 أذار أن العودة النهائية لسعد الحريري لم يحن أوانها إقليمياً بعد، على عكس ما يروج في لبنان. يعتبر مطالعون أن زيارة جبران باسيل لطرابلس عشية عيد مرمرون رسالة إضافية إلى من يعنيهم الأمر بأن الحصار المصطنع على التيار سقط إلى غير رجع. ست شباط نقطة تحول على مرحلتين في تاريخ اليوم. ست
ست شباط في تاريخ لبنان نقطة تحول على مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت عام 1984 حين كرست الانتفاضة المسلحة على حكم الرئيس أمين جميل خلال الحرب إذانا بصعود الشيعية السياسية في لبنان، وعلامة إضافية من علامات تفكك دولة 1943. أما المرحلة الثانية فبدأت عام 2006 بتوقيع وثيقة مرمخايل بين التيار الوطني الحر كممثل أول للمسيحيين وحزب الله كممثل أول للشيعة، مع دعوة إلى سائر المكونات للانضمام إليها. وقد سدد التوقيع المذكور ضربة قاضية لكل محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة بعد الانسحاب السوري وافتعال فتنة داخلية بعد حرب تموز، وساهم بشكل أساسي في وضع حد للتهميش المسيحي بالدولة بعد التطبيق الاستنسابي لاتفاق الطائف. غير أنه أخطاء كثيرة ارتكبت فيما بعد، ولاسيما في بند بناء الدولة ثم في الشأن الميثاقي، دفعت بالتيار إلى نعد التفاهم القديم والمطالبة بتفاهم جديد بغض النظر عن الموقف الاستراتيجي من العدو الإسرائيلي والإرهاب. فاصل الأول. ماذا تعني إصابة الملك تشارلز بالسرطان، وماذا ينتظر الأمير ويليام ولي العهد، وماذا عن علاقة الملك بابنه هاري الذي تخلى عن منصبه الملكي؟ تقرير أدمى فرح. أثار خبر إصابة ملك بريطانيا الملك تشارلز بالسرطان صدمة عالمية، خاصة أنه حدث بعد أشهر فقط من تنصيبه ملكا. وأعلن قصر باكنغهام أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، موضحا أنه بدأ رحلة العلاج. وأوضح القصر في بيان أنه خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستات في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان، ولم يؤكد البيان نوع السرطان الذي يعاني منه الملك. وبدأت مشاكل الملك الصحية حينما أعلن قصر باكنغهام ب 17 كانون الثاني الماضي دخول المستشفى لأنه بحاجة إلى إجراء للعلاج من تضخم البروستات. وعادة لا يكشف أفراد العائلة الملكية البريطانية عن تفاصيل حالتهم الصحية باعتبارها أمور خاصة، إلا أن تشارلز كان حريص على مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الذين يعانون من أعراض هذا المرض على إجراء فحص طبي. كما أن الوضع يختلف حينما يكون من المتوقع أن تتأثر الواجبات العامة. وأشار بيان قصر باكنغهام إلى أن الملك تشارلز بدأ جدولاً للعلاج المنتظم، وخلال هذه الفترة نصحوا الأطباء بتأجيل واجباته التي تحتم عليه الظهور أمام الناس. وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة سيواصل الملك القيام بمهام الدولة والأعمال الورقية الرسمية كالمعتاد. فيما أشارت شبكة CNN إلى أنه من المتوقع أن يواصل الملك لقاءاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء على أن يتم اتخاذ ترتيبات بديلة لو نصحوا الأطباء بتقليل الاتصال الشخصي. هذا ومن المقرر أن يعود الأمير ويليام لاستئناف واجباته الملكية الأربعاء لأول مرة منذ إجراء زوجته الأميرة كاثرين جراحة الشهر الماضي. وويليام على تواصل منتظم مع والده، فيما قال مصدر مقرب من الأمير هاري الابن الأصغر للملك تشارلز اللي تخلى عن واجباته الملكية لوكالة رويترز أنه تحدث مع والده بشأن تشخيص إصابته بالسرطان، وأنه سيسافر إلى بريطانيا للإطمئنان عليه في الأيام المقبلة. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك كتب على منصة إكس: ليس لدي أدنى شك في أنه سيعود إلى كامل قوته خلال فترة زمنية قصيرة، وأعلم أن البلاد بأكملها تتمنى له السلامة. ويبقى السؤال: ماذا لو منع المرض الملك من ممارسة مهامه؟ الجواب أن هناك آلية دستورية يتم اتباعها حال كان الملك غير قادر على أداء واجباته الرسمية، وتتمثل بإمكانية تعيين مستشاري دولة للإنابة عن الملك في تلك المهام. وقائمة المستشارين تضم الملكة كاميلا والأمير ويليام والأميرة آن والأمير إدوارد، فيما لا يتم طبعا استدعاء الأميرين هاري وأندرو لهيدا المهمة بسبب طرحهما عن مهام المناصب الملكية. وأضافت المعلومات أنه في حال كان الملك غير قادر بشكل كامل على القيام بمهامه الدستورية وباتت الدولة لا تعمل على النحو الصحيح، يمكن سحب صلاحياته ونقله إلى الشخص التالي في ترتيب ولاية العرش، وهو الأمير ويليام في هذه الحال، وبموجب القانون الوصاية لعام 1937. ولكي تحدث مثل هذه الخطوة يجب أن يكون هناك دليل طبي على أن الملك غير قادر في الوقت الحالي على أداء مهامه الملكية بسبب عجز عقلي أو جسدي أو لسبب محدد. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. شكرا لمتابعتكم وأصغائكم. إلى اللقاء.